رايكم تجربون موش ربيان على طريقة مبدر، ولما تقدمونها قدموها مع دقوس صبار. قيع النار، قشر الربيان، انكت عليهم ورق القار، بصل، جينجر سلايس، ثوم، انطقطقته قلبتين، ونزل الماء المفيوح، أقصر النار وأغطيه مدة ساعة على ما يجهز فوح الربيان. نسوي الربيان، ننزل الزيت، ننزل الربيان، ثوم وجنجر مبشورين، شبنت وكزبرة، منقوع صبار خاثر، نحط له فوح قشر الربيان ونسكر عليه 15 دقيقة. ننزل الثوم المبشور والبصل المقصص صغار على الزيت، ننزل الطماطم المقصص صغار ونقطة معجون. أماني حالاتش ما تهبين بشي، من هبيت بهالبهار المقسول مال سوق عدن، إدمان بهار عيش شوية، ماش مقصول، عيش مقصول، فوح قشور الربيان، نقط الجدر وننطره لما ينشف مايه، لا نشف نسكر عليه نص ساعة، وعقب ما نشف العيش نضيف عليه الربيان وخلطة الربيان، نسكر عليهم نص ساعة يميع، ونشيل الربيان الحين حق النشاب. هذا شكل العيش عقب النشاب، نحط عليه الربيان. وفقرة السمنة لا ننساها آخر شيء نضيفه عليه، وعليكم بالعافية.